السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering، معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الخامس مع درس المكثف الكهربائي، ونرى اليوم إن شاء الله الجزء الثاني لدرس المكثف مع استخراج قيمة الباور والإنرجي داخل المكثف الكهربائي. إذن بالنسبة لاستخراج الباور في المكثف الكهربائي، إذن نعرف بصفة عامة أن الباور، والتي هي وحدتها الوات، تساوي قيمة الجهد ضرب قيمة التيار الكهربائي. إذن نستعمل القوانين التي رأيناها بالنسبة لعلاقة بين الفي والآي، أو الآي والفي، يعني العلاقة بين الجهد والتيار، أو العلاقة بين التيار والجهد داخل المكثف الكهربائي. إذن لو انطلقنا بهذا القانون، أن الباور هو الجهد، وحدته الفولت، ضرب التيار الكهربائي، وحدته الامبير. ماذا نفعل هنا؟ نترك هذا الجهد ثابت، ونعوض قيمة التيار الكهربائي داخل المكثف. نعرف أن قيمة التيار هي قيمة الكثافة اشتقاق الجهد، فإذا نعوض هذا القانون هنا لنتحصل على أول قانون للباور، هو C ضرب قيمة الجهد ضرب اشتقاق الجهد. في الطريقة الثانية لاستخراج الباور، ممكن هنا ماذا نفعل؟ سوف نترك التيار الكهربائي هنا ثابت، ونعوض قيمة الجهد التي تحصلنا عليها داخل المكثف الكهربائي. أما لقانون الإنرجي، وحدته إذن الجول في المكثف، إذن هو نصف قيمة الكثافة بالفاراد ضارب الجهد تربيع. وعندي صورة ثانية للإنرجي يقع استخراجها، إذا عوضنا هذا الجهد بقيمة الشحنة بالكولومب على كثافة المكثف. إذا قمنا إذن بتعويض هذا القانون داخل هذه المعادلة للإنرجي، نتحصل إذن على المعادلة الثانية للإنرجي في المكثف. إليكم الآن تطبيق لفهم الإنرجي في الكاباسيتر. إذن مطلوب مني في السؤال الأول استخراج الشحنة المخزنة في مكثف، قيمة كثافته 3 بيكو فاراد، والجهد في هذا المكثف هو 20 فولت. إذن مباشرة نعرف أن قيمة الشحنة هي قيمة الكثافة في الجهد، قيمة الكثافة هي 3، ننتبه للوحدة هي بيكو فاراد، يعني 10^12، أما قيمة الجهد فهي 20 فولت. السؤال الثاني استخراج قيمة الإنرجي المخزنة في هذا المكثف. إذن تطبيق للقانون السابق الذي رأيناه في السلايد السابق، إذن الإنرجي هي النصف قيمة الكثافة ضرب قيمة الجهد تربيع، ونتحصل إذن على قيمة الإنرجي المخزنة داخل هذا المكثف الكهربائي.